راديو نيل. طب نخش على المشهد اللي بعده. يلا بينا نخش على المشهد. والمشهد اللي بعده ده او المسمع اللي بعده هو مصري اصيل مفيش اي حاجه يعني. 3 2 1 يلا بينا. راحت يا خال جالت لي روح للناس يشوفونا والخبر يفوح. ده ايه النكد اللي فايح منك ده؟ لازمته ايه؟ انا عايز افهم ايه. انا غلطان، انا غلطان عشان حبيت وبينت اهتمامي بيك. اه لا ده احنا ليلتنا فل ان شاء الله النهارده. لا بقول لك ايه، بصي انت تتكلمي معايا وتقولي لي في ايه جواكي عشان انا فعلا انا مش ناقص ساي عليك النبي يعني. تقفلي شريطك وكتلي المسائي ده احسن، انا فعلا خلقي ضيق جدا. سنين سنين عايش في حبك، سنين وسنين مخطوبين، سنين يا لهوي على السنين يا لهوي. لا بقول لك انت كده بتعكي فيها سما. انا بقالي فتره كل ما اجي لكم البيت احس ان طنط مش طايقاني وانت هايمه وعايمه في بحر الحان تامر عاشور. مالكم؟ بقالي فترة كل ما جيلكوا البيت. حلوة الجملة دي، حلو. إيه ده؟ بس مع بعض التعديلات. بقالي فترة بجيلكوا البيت، بقالنا فترة نعرف بعض ومخطوبين، بقالنا فترة داخل خارج قاعد نايم آكل شارب نازل طالع. يا ستي يا رب دايما مع بعض ويجعلوا عامر بحسكم ويديموا وجودك يا سمران. انت شريك العمر يا عسل. شريك العمر. مشتركين في ايه احنا بقى ان شاء الله؟ عرفني كده يعني الشراكة دي مقرها فين؟ في قلبي يا حبيبتي. في قلبك. طب وهتفضل في قلبك كده مش هتخرج للواقع تتعرف عليه؟ خليها تتعرف عليه جايز يعجبها. سمعت زهقتي مني يعني؟ لا 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 لا، بص بص بص، بقول لك ايه، بقول لك جو انت زهقتي مني وانت تغيب وتمشي وانا اسهر ما نمشي. يا اللي ما تسهرش ليله يا حبيبي، ده مش هيحصل كان زمان يا حبيبي. وانا خاطب ورده في ايه؟ بس المشهد كده خلص. خلص. طبعا واضح قوي عايزه تقول له ايه. بس هتبعت لنا بقى مين عايز يقول ايه لمين على 105.3 رقم الاس ام اس الفيسبوك فان بيج نغم فان بالانجلش وبالعربي، او ممكن تبعت لنا فويس نوت تقول لنا فيها مين عايز ايه من مين وبس.